السلام عليكم خوتي خوتاتي، اليوم معنا الفنانة نوركا، فنانة تشكيلية من ديار البلجيكية، اللي غادي تقدم لنا الوصفة ديالها اليوم، اللي وصفة جديدة وزوينة. فنانة نوركا مرحبا بك. شكرا خي هشام. السلام عليكم خوتي، مبروك عليكم رمضان، ان شاء الله عليكم بالصحة والسلامة، وربي يحيد لنا هذا البلاء ان شاء الله باش نتلاقى. وهذه الوصفة كنقدمها لكم لان اعز وصفة عندي وكنعطيها للناس العزاز بحالكم. هذه الوصفة خويا هشام فيها الروز كلاصي باش ما كيلصقش ما بدياتهم اللي كنديروه يتسلق، وفيها ليسكومبي، وفيها البصله، وفيها القزبر والمعدنوس، وفيها الثومه، وفيها الزبده، الزبده باش كنقليو ليسكومبي. ومن بعد عندنا مطيشه ليكيد، وعندنا مطيشه الحب كونسونطري، عندنا الزيت البلديه، الملحه والبزار، هذيك معروفين كنديرهم ديما في الوجبات ديالنا المغربيه، وعندنا لي زيبيس الحوت، وعندنا الثومه. خصنا الثومه يا اما نحكوها يا اما نديروها في هذه، لان كتجي زوينه الثومه في الحوت. الوغ عندنا حتى الكريم فريش، عندنا الكريم فريش هذاك في الاخر، هذاك هو اللي كيزين لنا، كيعطينا واحد المذاق لذيذ مع الوصفه. وان شاء الله نتمنى تنال اعجابكم وديروها الوليدات، راه سي حماقوا عليها. وبالنسبه للروز راه زوين مزيان، وسيغتو في رمضان كيشد الجوع، لاننا مجرباه ماشي مره ماشي جوج. يعني نتمنى خوتي المغاربه يديروها في الدار، وماشي اوبليجي تكون بليسكومبي، تقدر ديرها بطريفه الحوت الابيض، المهم اي صور ديال الحوت غير يكون بيض، ما يكونش فيه الشوك. غادي نديرو جوج معالق ديال الزبده كبار، بسم الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، اللي طبق لذيذ بمعنى الكلمه. وتنشكروا الفنانه نوركا اللي حضرت معنا اليوم البلاطو وقبلت الدعوه ديالنا، وتنشكروها بزاف. وكلمه للمتتبعين ديالنا. شكرا، شكر كيرجع لك، شكرا على الاستضافه، ونتمنى ان شاء الله ينال اعجاب المتابعين ديالك، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق جديد عندي بزاف ما نقول في الكوزينه.